توم كروز ممثل سينمائي أمريكي ومخرج وكاتب سينمائي ومنتج، يعتبر واحداً من أكثر ممثلي السينما الأمريكية شهرة ووسامة. إنه تجسيد لما يعرف بمصنع الأحلام، وذلك على الرغم من الكثير من الفضائح التي ترتبط بحياته الشخصية. لهذا يرغب العديد من معجبيه معرفة كيف يعيش ممثل مشهور مثله وكم يكون دخله. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ أعزائنا المتابعين، قبل أن نسرد عليكم هذا الخبر نود شكركم على ثقتكم ودعمكم للقناة التي لطالما كانت كبيت يحتوي عائلة أو كقافلة كبيرة لا توقف المسير، وهذا بفضلكم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. في هذه الأثناء نواجه عقبة في طريقنا تتمثل في مشاكل تقنية يتعذر علينا بسببها نشر أي حلقة جديدة على هذه القناة، وإننا الآن نبذل قصارى جهدنا كي نتجاوز هذه المحنة في أقرب وقت ممكن. وكما قلنا من قبل فنحن عائلة وأيضاً قافلة، وهذه القافلة لم ولن تحط الرحال، لذا أنشأنا قناة أخرى باسم هل تعلم حصريات سنكمل فيها مشوارنا اليومي، فاشتركوا فيها وفعلوا جرس التنبيهات وكونوا طرفاً في استئناف مسيرة القافلة. ولد توماس كروز مابوثير الرابع في الثالث من شهر مايو عام 1962 في سيراكيوز بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. نشأ الممثل المستقبلي في أسرة كبيرة، حيث كان هو الطفل الثالث والولد الوحيد في الأسرة. والده كان مهندساً، لكن حياته المهنية لم تكن ناجحة جداً، فبسبب مشاكل التوظيف انتقلت الأسرة من مدينة إلى أخرى، أما أمه فكانت ممثلة. وعندما بلغ توم 12 من عمره غادر والده الأسرة. بعد ذلك أصبحت الحياة أكثر صعوبة، حيث كان على الأطفال أن يكسبوا أموالاً أكثر في أوقات فراغهم لمساعدة أمهم على تكاليف المعيشة. أما في المدرسة فلم تكن حياته أكثر سهولة، فقد عانى توم من مرض نادر يعرف بعسر القراءة، وهو يعني الفهم الخاطئ للنص المكتوب. انتقل هذا المرض إليه وراثياً من أمه، وجميع إخوته مصابون به، وبسبب أدائه المنخفض في الدراسة تم نقله إلى مجموعة خاصة، حيث تمكن من التغلب على مشاكله والعودة إلى الفصل العادي. لم تكن هذه مشكلة توم الوحيدة، فقد عانى أيضاً من عقدة الطول. يبلغ طول توم الآن متراً وسبعين سنتيمتراً، لذلك حرص في سنوات مدرسته على مخالطة الأطفال الأقصر منه حتى يبدو أعلى منهم. ومن أجل أن ينمو ببضعة سنتيمترات شارك الرجل في النشاطات الرياضية وحقق نجاحاً باهراً في الرياضات القتالية، مما جعله يخطط ليصبح رياضياً محترفاً، لكن إصابة في الركبة أنهت حلمه ومشواره الرياضي. التحق توم بمدرسة لعلم اللاهوت، لكنه تركها وتوجه إلى نيويورك لامتهان التمثيل. ففي سن 16 حلم كروز بالتمثيل. لعب أول دور له على خشبة المسرح في إنتاج المسرحية الموسيقية Boys and Dolls. حدد كروز هدفه ليصبح مشهوراً في غضون 10 سنوات. عام 1980 اختصر اسمه، والآن هو فقط توم كروز. حضر الرجل كل أنواع تجارب الأداء وعروض الأفلام، وبعد عام من وصوله إلى نيويورك لوحظ الممثل المبتدئ وتمت دعوته إلى دور بيلي في فيلم Endless Love. بعدها كانت هناك العديد من المشاهد التي شارك فيها كممثل ثانوي، إلى أن حصل على أول دور رئيسي له عام 1983 في فيلم Risk Business. جمع هذا الفيلم 65 مليون دولار في شباك التذاكر، وكان نجاحاً حقيقياً للممثل. ومع ذلك لم يتم اعتباره نجماً من نجوم هوليوود إلا بعد فيلم توب غان. ثم قام بعدها الممثل بدور البطولة في العديد من المشاريع الناجحة إلى حد ما على غرار Color of Money وRain Man. ولمشاركته في فيلم Born on the 4th of July تم منحه جائزة جولدن جلوب، وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار. لعب توم العديد من الأدوار الناجحة، لكن فيلم Mission Impossible يعتبر ذروة حياته المهنية. الملفت للانتباه هنا أن توم لم يلعب الدور الرئيسي فحسب، بل قام أيضاً بدور المنتج في الفيلم. ومن الأدوار الحيوية التي جلبت له الملايين من المعجبين دور مصاص الدماء لستيت في الفيلم الشهير Interview with the Vampire. يبلغ الممثل من العمر الآن 57 عاماً ويواصل نشاطه في تمثيل الأفلام. توجه في خريف هذا العام إلى أوكرانيا بدعوة من الرئيس فلاديمير زيلينسكي لاختيار موقع لمشروعه الجديد. لم يعرف توم بنجاحه في التمثيل فقط، بل أيضاً في حكايته مع جميلات هوليوود المشهورات. في عمر 23 عاماً بدأت علاقته مع المغنية الشهيرة شير، التي كانت تبلغ آنذاك من العمر 40 عاماً.
أخفى الثنائي علاقتهما لفترة طويلة جداً. التقى بعدها كروز بزوجته الأولى الممثلة ميمي روجرز التي عاش معها لمدة 3 سنوات من 1987 إلى 1990. كان زواجهما مثالياً، لكن في النهاية انفصل الزوجان بسبب نيكول كيدمان ولم ينجب أطفالاً في زواجه الأول. وقد ساهمت ميمي روجرز في انخراط الممثل في حركة دينية تسمى السينتولوجيا، وهو ما أثر بشكل كبير على حياته المستقبلية. شارك توم في مختلف البرامج ودعم بقوة انتشار السينتولوجيا في أوروبا، وقد أكد أن ذلك ساعده على التخلص من عسر القراءة. في عام 1990 التقى الممثل زوجته الثانية الممثلة نيكول كيدمان. تزوج الطرفان في نفس العام بعد عطلة عيد رأس السنة الميلادية. كان زواجهما متيناً، فقد تزوج الممثلان لمدة 11 عاماً وتبنوا طفلين، الفتاة إيزابيلا جين والصبي كونر أنتوني. في ذلك الوقت بدأ الممثل بالتواصل بشكل أقل مع زعيم السينتولوجيا ديفيد ميسكافيج، فقد تمكن والد نيكول كيدمان وهو طبيب نفساني من التأثير على الآراء الدينية لصهره. ولكن بعد الانفصال أنشأ كروز مرة أخرى علاقات ودية مع ميسكافيج. في عام 2004 في إحدى المقابلات اعترف الممثل بأنه يعارض علم النفس، معتبراً أنه ممارسة نازية حسب رأيه، وقال إنه يجب حظر هذا العلم. وقد حرص الممثل على انخراط الأطفال الذين تبناهم في نفس الطائفة أيضاً. في عام 2001 بدأ توم علاقة غرامية مع الممثلة الشهيرة بينيلوب كروز، وعمل سوياً على فيلم فانيلا سكاي. لم يدخل الثنائي في زواج قانوني، وبعد 3 سنوات انفصلا، وكانت السينتولوجيا سبباً في ذلك أيضاً. بعد مرور عام التقى توم بزوجته الثالثة كاتي هولمز. قصتهما الجميلة تم تداولها وتغطيتها من قبل جميع الصحف، واقترح كروز عليها الزواج في باريس بعد 6 أشهر من ولادة ابنتهما سوري، وقدم لها خاتم ألماس جميل. وأعلن الزوجان خطوبتهما رسمياً لأمريكا بأكملها في عرض نظمته أوبرا وينفري، وتم إجراء مراسم الزفاف في إيطاليا. تم التشكيك في أبوة كروز لابنه بعد ذلك من قبل الصحفي أندرو مارتن الذي كتب السيرة الكاملة للممثل. فوفقاً له، الأب البيولوجي للطفل لم يكن توم كروز، ولكنه مؤسس كنيسة السينتولوجيا رون هوبارد. وزعم الصحفي أن زوجة توم خانته بإجراء تلقيح اصطناعي، لكن الممثل عارض ذلك وقاضى مارتن. استمر زواجهما ل6 سنوات حتى شهر أغسطس 2012، حيث تقدمت هولمز بطلب رسمي للطلاق، وكان أحد الأسباب هو خوف كاتي هولمز على ابنتها من تلك الطائفة. لم يرى كروز ابنته منذ 6 سنوات، حيث تم منعه من رؤيتها، وهي لا تشاركه أبداً وجهات النظر الدينية. اليوم تشاع الكثير من القصص عن الممثل مع مساعدات أو ممثلات شابات، لكن الممثل لم يدحض أو يؤكد أياً منها. يمكننا فقط أن نتمنى لتوم كروز حياة شخصية مستقرة. تبلغ اليوم ثروة توم كروز 550 مليون دولار. تم تحديد آخر دخل له بقيمة 14 مليون دولار لفيلم توب غان مافيريك الذي سيصدر في عام 2020. ومع رأس مال كهذا يملك الممثل أسطولاً أنيقاً من السيارات، فهو يملك بوغاتي فيرون بقيمة 1,700,000 دولار، والتي يمكن أن تصل سرعتها إلى 405 كيلومترات في الساعة. ليس هناك شك أن الممثل الذي يؤدي جميع الأدوار المثيرة تقريباً في الأفلام بنفسه سيرغب في القيادة بسرعة في الحياة الحقيقية، لذلك قام بشراء السيارة الأمريكية القوية فورد موستانج سالن S-281، والتي تعد واحدة من أندر السيارات في العالم. يملك توم كروز أيضاً شيفروليه كورفيت لعام 1958 الفريدة من نوعها، والتي كانت أول إصدارات هذه الشركة. سيارة BMW 7 سيريز هي القطعة الرئيسية في مجموعته. كما يحرص توم كروز على اقتناء السيارات الجديدة بمجرد عرضها للبيع. يكمن سبب حب كروز لسيارات BMW في مشاركته في فيلم ميشن إمبوسيبل. إضافة إلى ذلك يملك توم سيارة بورش 911 الرياضية، وهي أيقونة يحب كل مشاهير هوليوود شراءها. تحسن هذا الطراز مع إطلاق الأجيال الجديدة منه. توم لا يحب السيارات فحسب، بل يحب الدراجات النارية أيضاً. علاوة على ذلك يمتلك شركة للدراجات النارية تدعى كونفيدريشن. دراجته النارية تسمى كات، تبلغ تكلفتها 65,000 دولار، وهي من طراز الدراجات النارية الإيطالية فيروس 987 C3-4V، أحد أقوى الموديلات التي تم إصدارها على الإطلاق، حيث تصل سرعتها إلى 337 كيلومتراً.
دوكاتي 999R هي دراجة نارية أخرى من مرآب التوم، وهي نسخة محدودة تم إصدار 200 نسخة منها فقط. لا يخفى على الجميع أن التوم يسعى دائماً للعيش برفاهية. هذا العام انتقل إلى بيت جديد تقدر قيمته بملايين الدولارات. يقع البيت في مقاطعة فلوريدا، يمتلك طبقين فقط في البناية، ولكن السكان المحليين الذين يقيمون هناك أطلقوا بالفعل عليه اسم توم تاور. قرر توم يكون بيته أقرب إلى كنيسته التي تبعد 400 متر فقط عن المنزل الجديد، وهي كنيسة مملوكة من طرف السنتولوجيين. قرر كروز بيع المنازل التي حصل عليها في السابق، قصر في لندن مقابل 6 ملايين دولار، ومنزل في جبال سان خوان مقابل 60 مليون دولار، وقصر في لوس أنجلوس مقابل 11 مليون دولار، وعقار في بيفرلي هيلز مقابل 40 مليون دولار، وشقتين في لندن. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.